قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة، سعداء بلقائكم من جديد مشاهدينا الكرام في إشراقة وطن جديدة، فأهلا ومرحبا بكم. صباح الخير لكم جميعا، وصباح الخير لأختي وزميلتي عذاري. صباح الخير. صباحك الله بالنور محسن، صباح الخير والنور والسرور عليكم مشاهدينا الكرام. رحب فيكم في إشراقة وطن جديدة، نبدأها مع الأستاذة هدى صقر الخالدي، عضو الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين، والمتدرب سليمان خالد الناصر. ويشرفنا أيضا مشاهدينا أن نلتقي بالأستاذ وليد الفاضل، رئيس فريق الغوص الكويتي بالمبرة التطوعية البيئية. مشاهدينا فاصل قصير ونبدأ بعد أولى فقرات إشراقة وطن اليوم. ارفع علمها بايد وبايد احييها ونقولها ونعيد نحلف إيه نحلف ورب هالبيت لو نختلف ما نختلف في حب الكويت. الكويت
نرحب بكم من جديد مشاهدينا ومتابعينا عبر قناة الكويت تلفزيون الكويت، القناة الأولى طبعا الفضائية الكويتية. دائما وأبدا ما نقول إن فئة ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من جسد المجتمع الكويتي. كيف لا، وهم فرحة الكويت وسعادتها وبهجتها، وبإرادتهم وعزيمتهم يصنعون المستحيل. وانطلاقا من هذه المحبة وهذا الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة، نشأت العديد من الجهات والجمعيات التي تهدف إلى رعايتهم وتبني مصالحهم، ومن بين هذه الجهات الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين. مشاهدينا، نسعد بأن تكون معنا اليوم الأستاذة هدى صقر الخالدي، عضو الجمعية الكويتية لأولياء أمور ذوي الإعاقة. صبحت الله الخير، حياك الله. هلا صباح الورد، هلا فيكم، حياكم. وكذلك المتدرب سليمان خالد الناصر، صبحك الله الخير، حياك الله. خير، حياك الله. راح نتحاور معاهم، لكن خلونا نشاهد هذا التقرير ونرجع مرة ثانية. لطالما شكل الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع أولوية بالنسبة لسياسة الدولة من خلال مجموعة من التشريعات منحت دولة الكويت السمعة الراقية بين دول العالم. إن عملية دمج المعاقين في المجتمع ضروري للتنمية الوطنية، ولا بد لهذا الدمج أن يسير وفق آليات مدروسة تراعي الإمكانات الموجودة وتدعم جهود المعاقين وتؤكد حقوقهم الإنسانية. ولا بد لنا إلا أن نشعر بالفخر والاعتزاز لما تحقق من مكاسب عديدة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومدى فعالية الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها دولة الكويت لتحقيق الرعاية الكاملة لأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة. نرحب بكم من جديد مشاهدينا، واهلا بالاستاذه هدى صقر الخالدي، عضو الجمعيه الكويتيه لاولياء امور المعاقين، والمدرب سليمان خالد الناصر. نشكر لك قبولك للاستضافه استاذه هدى، حياك الله معنا اليوم. مرحبتين. اهلا سليمان، حياك الله معنا اليوم، ومبروك التخرج من المدرسه. الف مبروك. نبدا استاذتي الفاضله في البدايه، يعني جهود ما شاء الله لا إله الله كبيرة في جمعية أولياء أمور ذوي الإعاقة وغيرها من الجمعيات اللي تهتم بشؤون ذوي الإعاقة. كيف ترين أهمية هذه الجهود وعائدها على المجتمع ككل؟ بالنسبة لجهود الجمعية، هي كنعطي توعية لأولياء الأمور في التفهم لأبنائهم المعاقين وأهمية حقهم في الحياة الأمورية، إزالة كل المعوقات وتذليل كافة الصعوبات اللي توقف حاجز في أوجه أولياء الأمور والأبناء، ومنها مقابلة المسؤولين في المؤسسات الوزارات، نروح نتكلم معاهم، نبدي رأينا لهم، نحاول أن نوصل المعلومة ولي الأمر شنو هو يبي من الوزارة أو الجهات الدولة. الجهات الدولة مخاطبة أصحاب الشركات، إذا كنا إحنا في تدريب صيفي نروح نكلم الشركات الخاصة القطاع الخاص على أساس أن نوفر سبل عمل للأبناء المعاقين، وتشجيع القطاع الخاص على خوضهم التجربة في أبنائنا المعاقين لسوق العمل. نعم، في بروشور جبت لنا يا أستاذة برنامج التدريب الصيفي، سليمان مشارك معهم؟ نعم
شنو دورك في هذا البرنامج؟ كنت أول كنا نشتغل دم الهمس يعني أحسن، بس يعني شوية ملابس صعب شوية، يعني كنت مع ربع هناك والحين لا الحمد لله. شلون تجربتك هناك كانت في دم الهمس؟ زينة، بس بشكل شغلة تعب وقت طويل يعني كان عليك؟ كان تعب بس أنا الحمد لله. كم ساعة يعني كان سليمان؟ والله كان وايد يعني مو شوية، كان وايد. أكثر من 6 ساعات؟ لا 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 أقل، أربع ساعات. 4 ساعات خلاص سووا له خصم، سووا له ساعتين لا تعبونه. أنا تحط ملابس شلون تعلق؟ ترتبون ملابس وتعلقونها؟ تعلقوا. تبيع سيلز؟ لا ما ما تبيع بس ترتيب. حلو وناسة بالعكس. بس الحين لا الحين ستاربكس أقل، شلون تشيل صحن، شلون تشيل يعني شلون تحط أكل وشي أقل أحسن، هذا أسهل أحسن من دمهم. كم ساعة؟ أربع ساعات بعد، بس بالنسبة له كانت أخف، الله يرحمها أكثر فيها ديل وذ كاستمرز أو شيء. مستانس؟ مستانس الحمد لله، لأن هني يقابل الجمهور، يشوف الناس اللي يقعدون على الكافتيريا يطلبون يشوفون، فتواصله مع الجمهور أكثر. ملهي مع أنه هو ترى أخذ جائزة الطالب المثالي في دبنهامز، يعني 3 سنوات اشتغل في دبنهامز. يبونك مان شلون انت هديتهم؟ صار الطالب المثالي ما شاء الله، يعني يقوم بدوره ما شاء الله على اكمل وجه صراحه. استاذ هدى، يعني ما يتعرضون او ينقلون لكم تعرض انهم تعرضوا الى نوع من الانتقاد او نوع من التقليل او عدم تقديرهم او استغرابهم؟ ما ينقلون لكم بلا شيء؟ نعم. بلا، احنا كدورنا في التدريب الصيفي ما نخليهم بروحهم، نخليه معاهم مشرفين، المشرف يكون ملازم له لتجنب أي ظرف يصير معهم من أي شخص يتعدى عليهم بكلمة أو بنظرة ثانية. أنا بعد إذنك يعني إذا في شيء اذكري، إذا حصل حادثة اذكريها على أساس أن إحنا أيضا نذكر هذه السلبية ونقرص شوية. فضل. يعني في من السنوات احنا قاعدين في واحد من المحلات، تخلط ولية امر على واحدة من البنات المعاقات، تنظر لها بنظرة غريبة وتكلم الشركة اللي هي صاحبة المحل، تقول لهم انتم شلون موظفين مخلين معاقين او معاقات عندكم يشتغلون؟ ردينا على ولية الامر قلنا لها الدول الاجنبية والدول اللي برا قاعدين يوظفونهم ويخلونهم يشتغلون، إذا أنا بخلي بنتي وبخشها بالبيت أو ابني بخشها بالبيت، شو الفائدة من دمجة بالمجتمع؟ إذا أنا كان سؤالها فضولي ولا سؤالها نوع من الانتقاد؟ لا انتقاد، مو فضولي، انتقاد. ليش تخلونهم يتوظفون؟ احنا خلنا ناخذها من ناحية إنسانية، يمكن هي مو حابة تشوفهم في موقف إنه يتعبون وهم أساسا عندهم. لا ما كانت النظرة هذه لهم. لا. بس إن شاء الله نقول إن المجتمع صار عنده ثقافة أكبر من هذا الجانب في يعني في عملية دمج ذوي الإعاقة مع المجتمع، خصوصا إن أغلب أفراد المجتمع يسافرون للخارج ويشوفون كبار السن قاعدين يبيعون بالجمعية أو ككاشير أو يقومون في أعمال كثيرة. صح. وحتى دمج ذوي الإعاقة مع يعني المهن المختلفة أصبح شيء عادي وارد. صحيح. فأتوقع ثقافة المجتمع صارت أكبر من ناحية موضوع دمج ذوي الإعاقة. هذا اللي أنا بوصل له، شيء إيجابي. إيجابي. نعم. بالعكس إحنا قاعدين نصعد إلى مرحلة أكبر، وبالعكس هذا فخر لنا احنا كجمعية على مدى 9 سنوات مدخلينهم في الدمج المجتمعي، ان هم يدخلون في الاسواق، يدخلون في المجمعات، يبيعون، يقعدون في الاماكن مثل دبنهامز، مذر كير، ستاربكس، نقول اجتماعية او نقول نظرة المجتمع لهم. نعم. تعدلت، تعودت. خليني انا سالتك هذا السؤال، الحين انا بوجه كلامي لولية الامر هذه وللاخرين. يعني انت اذا كان عندك احد من ابنائك ذو اعاقه او لا، هل هذا مسبب لك احراج؟ هل هو ناقص عن المجتمع؟ ان لم يكن مثلك فهو افضل منك في مثل هذه العمليه ومثل هذا التطوع، مثل هذا العمل اللي قاعد يسويه، هو اصلا اعطانا رساله بان مثلنا بل افضل منه. فبالتالي عين الاحتقار او النقد او التقليل منهم هذه فيها نوع من العيب يعني اخلاقيا حتى. تفضل استاذ. انا معاك بالكلمه هذه،
في أولياء أمور يحبون يخشون عيالهم ما يبون يظهرونهم للمجتمع. أنا كولية أمر معاق، عندي معاق أدخله في كل مجتمعات لدرجة أنه هو موظف. شنو إعاقته؟ إعاقة ذهنية. نعم. شديدة. يشتغل معاهم من الطلب المتدربين في ستاربكس، محبوب بين دامجته في الحياة، في المجتمع، دامجته بالحياة سواء في عن طريق شغله في الستاربكس بالتدريب المهني، أو أني أنا كولية أمر بالعائلة أدخله وين ما يكون. نعم. عندنا دخلناهم في معهد الأبحاث، مطلوب يطلبونهم بالأسامي، نبي فلان وفلان وفلانة. نعم. لأن يشوفونهم يعطون من قلبهم وعندهم خبرة، صار عندهم براكتس، عندهم خبرات أنهم يبون يشتغلون. هنسأل سليمان. سليمان، من واقع تجربتك في مشاركتك في الأسواق أو من خلال المقاهي اللي اشتغلت فيها، شنو يضيف لك هذا الشيء؟ شنو تحس وانت تشتغل؟ نبي تشجع الناس اللي يستحون يدشون او مترددين او يخافون انهم يشتغلون، شو تقول؟ والله اقول انا مره دشيت معهد ابحاث، يعني كون ناس تقام تعرفون علي و يعني يبون، بس مشكلة يعني مناس، يعني الحمد لله صار عندك اصدقاء، يعني صار عندي رابع قام سوف معي، يعني مثل اخوان، يعني شلون شباب يجون قام سوف معي، قام سوف معي شو شو، قلت له الحمد لله بخير، يعني وناس، يعني حلو وتحس انك مستانس، تحس انك مهم. ايه وناس، يعني الحمد لله غل احلى. يعني ولما تقعد بالبيت شو تحس بالفرق؟ خلق انا بالبيت ضايع خلق والله. شنو تسوي؟ شنو طبيعه العمل اللي تشتغله؟ انا شلون يعني مثل الصبغ، شلون تبي صبغ تحطه وكذي، تبي مثل مزرعة وتحطه وقت وايش، شلون يعني نساعد معهم. نعم. هذا في معهد الابحاث. اي هذا في معهد الابحاث، علموهم انهم يصبغون، يجيبون التواير، يصبغون التواير، يسوونها مثل المزهريات، نقدر نقول إعادة تدوير. إعادة. نعم. تدوير. هذا الشيء بالعكس عطاهم حافز، يبون يسوون الشيء هذا حق جمعيتنا. يلا خالتي مبدر يبي لنا تواير ونجيب صبغ ونسوي نصبغ على حق الواجهه مالت الجمعيه. انت قاعد بالفريج واللي قلت تواير اخذهم وصفقهم وودهم عندهم بدر. وهم بعد المردود انه يعطونهم مكافأة. تكريم مكافأة. حلو. في التدريب الصيفي تكريم، يعني يشجعونهم حالهم حال اخوانهم فيستانسون بالعكس وايد وايد، يعني انا اشوفهم متحمسين، يعني انا الحين جايه هني البرنامج وعندي المجموعه هناك قاعدين يدقون علي، ام بدر وينك؟ ام بدر وينك؟ اوجه لهم تحيه، اكيد قاعد يتابعونا من خلال برنامجنا شاقة، اتواصل اقول لهم انتم غايبين بس اكيد حاضرين ويانا. لا هو الحين كل واحد ملتزم في دوام، في مشغولين. شوفوا الاعاده الساعه 2 مجال عملهم، وعندهم توقيع حضور وتوقيع انصراف، التزام والتزام، واللي يقيب يتاخر في خصم من المكافاه مالته، فقاعدين نعودهم انك انت موظف محاسب. محاسب حالك حال غيرك. طيب احنا كان لنا لقاء سابق. نعم. ما ادري والله ايش كثر مدته، لكن اشهر. نعم. بعد ما التقينا معاكم صار في تفاعل اكثر، يعني ليفل صعد شويه من اولياء الامور وذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الاعاقه؟ لا، فوايد في فرق عندنا، يعني يا ناس وايد اشتركوا معنا بجمعيتنا، في عندنا من ضمنهم ثلاث ابناء يدد اول مره بحياتهم يدخلون الجمعيه ودخلوا معنا التدريب الصيفي. الحين معنا بالتدريب الصيفي اولياء امورهم مستانسين، هم الابناء مستانسين. احنا مو بس تدريب صيفي عندنا، تدري عندنا فعاليات نسوي لهم طول السنه، عندنا مؤتمرات نعملها نشوف شنو الشيء اللي احنا نحتاجه، مثل سوينا مؤتمر عن الشلل الدماغي. الشلل الدماغي ما حد تكلم عنه، شنو هو الاعاقه اللي ما تقدر تتكلم، ما تقدر تتحرك. جبنا اطباء من خارج الكويت شاركونا في شلون طريقه العلاج للشلل الدماغي، سافرنا معاهم برحلات خارج الكويت وعلى حسابنا، يعني مو ما حد متبرع من ضمنها رحلة الأمل. رحلة الأمل. نعم. رحنا استقبلناهم في نقول نص الموانئ، احنا وأبنائنا في الموانئ الخليجية والموانئ العربية استقبلناهم، وسووا هم العيال برنامج برنامج ترفيهي اللي هو العرس الكويتي مع اليلوة.
وناسه. الرقصه البحريه. ما زوجته سليمان؟ تزوج؟ لا سليمان اخو المعرس. اخو المعرس زين زين. يعني الصيف هذا تكون المعرس. خير بقبال وخير بقبال. زين ويعني حتى لدرجه ان طلعنا تونس برا بالشارع العام سوينا الاحتفاليات هذه الكويتيه، العرس الكويتي مع اليلوه مع الرقصه البحريه. هذا من خلال رحله الامل ولا لا هم رحله تاني. الامل بس احنا كنا نروح لهم هناك، تروحوا لهم بالطياره لاستقبالهم. ونسوي فقره نروي الدول العربيه ان المعاق ترى يقدر. خلينا نوضح حق المشاهدين شنو هي رحله الامل. رحله الامل هي عباره عن اجتهاد من اولياء امور بعض المعاقين، وكانت عباره عن رحله بحريه خذوا مجموعه من المعاقين، وكانت تحت رعايه ساميه من حضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه، رعايه كريمه كانت في تحضيرات لسنوات. للأمانة أنا قبلها بسنتين كنت مقابلتهم، وبعدها بسنتين أو ثلاث شفت أن الرحلة فعلا شافت النور وفعلا انطلقوا فيها بالرغم من كل الصعوبات اللي واجهوها، وكان في خطة وتغيرت خطتهم. كان المفروض يأخذون معاقين من كل دولة، لكن اللي صار أن أخذوا معاقين من دولة الكويت وانتقلوا فيها إلى أكثر من بلد. وحضرتها استاذه هدى قالت لكم انهم كانوا يسافرون ويقومون بالانشطه، والحمد لله ردوا بالسلامه واحتفلوا فيهم في تركيا. السفاره الكويتيه مشكورين ما قصروا، شباب الكويت هناك، فكانت رحله راقيه جميله. يعني بالعكس احنا عطت حق عيالنا الثانيين ان هم يبون يركبون معاهم رحله الامل، يبون يركبون معاهم ويبون يروحون. احنا قلنا لهم ان شاء الله نوديكم، بس كل واحد مع ولي امره. سليمان من ضمن اللي بدون ولي امر يانا بروحه ما شاء الله. اي قال انا ابي معاكم اعتمد على نفسي. انا بسالك سليمان، ايش كثر صار لك في هالجمعيه والمجموعه؟ الله وايد يعني مو شويه. ايش كثر؟ 6 سنوات؟ لا لا اكثر اكثر. 10 سنوات؟ تقريبا نقول 7 سنين معانا. سبع سنين. انت شخصيا تقيم نفسك، انت سليمان اللي قبل ولا تغيرت؟ لا قبل. واللي حواليك كانوا يشوفونك مثل ما قبل 7 سنوات ولا تغيرت نظرتهم؟ انت جاوب. يعني انت الان انت دخل سليمان نفسه، دشيت الجمعيه، هو نفسه سليمان اللي كان قبل الجمعيه امام نفسه وامام الاخرين وامام اهله واصدقائه؟ تطورت من داخل ولا ماكو شيء ولا ما تغير فيه؟ لا انا دشيت اول ما دشيت معاقين لان كنت بتعرف مرابع شلون، مو نفس قبل مرابع. لا انا بدش معاقين شلون بشتغل، شلون احسن، منو احسن معاقين ولا اغلى اطلع مرابع؟ لا انا دش معاقين احسن وريا. دشيت شنو لقيت بنفسك؟ شنو قدرت يعني تغير عند سليمان؟ شنو اللي تغير عنده؟ تغيرت اشوف ربعي يده، اتعرف عليهم واشتغل معاهم اساعدهم. يعني كلنا مثل اخوان، ما في فرق، يعني احنا مثل اخوان. ما في اي واحد عيب عليه اقول لا هذا عيب، لان هذا حرام، هذا المواقع المفروض تساعدون، المفروض انه حرام. مو قصه حرام ولا حلال، يعني انت فرد من المجتمع. ما في ما يعيقك عن الاخرين. ما ودي اعلق يعني في المعاق، ترى على فكره يعني المعاق ما هو معاق جسد، المعاق معاق عقل، معاق ذهن، معاق تصرف، معاق سلوك، معاق اخلاق، يعني هذا المعاق. فانت لا تقول عن نفسك معاق، بالعكس سليمان انت قاعد تعطي، والدليل ان انت الشركات اللي اشتغلت فيها ما حد الابحاث، واحنا عاده ترى ما نعلن عن المحلات التجاريه. صحيح، لكن كل الشكر لكل من قاعد يساعد ابنائنا صراحه، خاصه الاعلام الرسمي. احنا ما نعلن عن الشركات الخاصه بالذات، وانت ذكرتوا ستاربكس، فبالتالي لا، هذا احنا فخر ان احنا على مسؤوليتنا نقول لهم مشكورين. والدليل مثل ما قلت لك قبل شوي ان قاعد يطلبونهم، هذا اثبات على انهم منتجين. صح، مو بس كذي، احنا حتى وزاره الاعلام اشتغلوا معاهم في مطبعه وزاره الاعلام اشتغلوا. يعني في الحكوميه والقطاع الخاص حياهم الله، يعني المكان يعني والطيران المدني، يعني كل يعني كذا مكان. دليل في من ذوي الاعاقه شباب اعلاميين موجودين مذيعين ويقدمون برامج. فخر لنا ان نشكرهم، نشكر جهودهم المخلصه كلهم اللي تعاونوا معنا وفتحوا بيبانهم
افتحوا بيبانهم للعيال. استاذة هدى، سؤال يمكن يعني يدور في اذهان العديد من اولياء امور المعاقين اللي قاعد يتابعونا من خلال برنامج اشراقة وطن، ممكن يقولون على اي اساس يتم تحديد اختيار من الشباب او البنات من ذوي الاعاقة في انكم تخلونهم يشتغلون او لا اعاقتهم ما تسمح؟ هل في شروط معينة؟ نعم، نسوي لهم اختبار ونقابلهم، نكلم أولياء الأمور، نشوفهم شنو هم يقدرون يسوون معنا، يكونون معنا في الجمعية تدريب، نسوي لهم، نشوف شنو الأشياء اللي يقدرون. يعني أنا لما أقدر أكلم سليمان أشوفه يتفاعل معي ولا لا، يتجاوب معي ولا لا. إذا كان ولي الأمر قاعد يمه أول اللي يجاوب، هذا تشوفينه أول ولي الأمر اللي قاعد يتحمل مسؤولية الولد، ما يخلي الولد يتكلم. هذا ما أقدر أنا أخليه في مكان. ممكن تفصلين عن ولي الأمر؟ قابلين بروحه. نقول لهم لو نعم. نقول لهم ممكن يعني تستريحون بالغرفة الثانية، إحنا نشوف ونتجاوب مع الولد الأشياء، يقدر يتجاوب معنا، يقدر يرد علينا، يأخذ ويعطي معنا. في أولياء أن تتوغلون في شخصيته حتى أن تعرفون يعني وين 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 بالإمكانكم. نخلي الأخت هدى الحقيقة جهد طيب، وعسى الله يعطيكم الصحة والعافية. وأنا أثلج صدري هذا الأمر شخصيا ونيابة عن أسرة البرنامج، كوننا نحن التقينا فيكم قبل وقلتي أن اللقاء لقى يعني الحمد لله ثمارة، وحصدت ثمارة من خلال لقاء جدد معاكم، انضمام أشخاص جدد. كل الشكر أيها الأحبة لضيفتنا الأستاذة هدى صقر الخالدي، عضو الجمعية الكويتية لأولياء الأمور وأولياء أمور ذوي الإعاقة. شكرا لك، حياك الله. أهلا وسهلا فيك. والشكر أيضا موصول مع تحية لأخوي سليمان خالد الناصر، وفك الله وشد حيلك. أنا ودي أقول كلمة يعني من خلال هذا اللقاء وهذه الاستضافة، نشجع كل الشباب من ذوي الإعاقة والبنات أنهم يقدمون على العمل والأنشطة الصيفية اللي قاعد يسوونها لهم الأماكن المتخصصة. نقول شكرا لكل جهة سواء كانت حكومية أو خاصة قاعد تدعم الشباب من ذوي الإعاقة في أنهم يدخلون سوق العمل الكويتي في المجتمع. إن شاء الله يكون في تزايد، ما يكون في نقصان، وإن شاء الله يستقبلون عدد أكبر ما يقل، ونقول إلى الأمام دائما. شكرا لكل جهودكم. حياك الله. حياكم الله. مشكورين. الآن أيها الأحبة نروح إلى صورة من صور الماضي الجميل مع الأستاذ فؤاد المقهوي. أعزائي المشاهدين حياكم الله، ونشوف معاكم هالصورة القديمة. هذه الصورة اللي تشوفونها أخذت عام 1950، يعني صار لها 65 سنة. الصورة هذه لأشخاص انتقلوا كلهم إلى رحمة الله تعالى، واقفين وراء لوري من اللواري اللي كانت توقف في ساحة الصفات. الصورة هذه أخذت في ساحة الصفات. اللوري هذا كان يحمل مو بس بضايع، كان يحمل ركاب ويطلع من الصفات إلى الأحمدي وإلى الفحيحيل وإلى أبو حليفة والمنقف والمناطق هذه اللي كانت خارج السور، اللي كانوا يسمونها قرى. كانت توصل ركاب وتوصل بضايع، ويعني معتمدين عليها وايد. فنشوف هذول الربع اللي طالعين يتمشون، أكيد لقوا مصور مار من هالمكان هذا والتقطوا هالصورة هذه التذكارية اللي فعلا تذكارية وقديمة، مثل ما قلت لكم صار لها 65 سنة. نشوف الأول من اليمين اللي هو ناصر العلي، ويمه بدر عبد الوهاب أبو قماز، وبعدين محمد الحمد، وبعدين عبد الله مجيم الشلال. ربع شباب وقفوا عند السيارة هذه في ساحة الصفات والتقطوا هذه الصورة التذكارية اللي يعني تحدد شلون كانت الكويت في ذاك الوقت وشلون كانوا الناس. هذا ما عندنا، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة ثانية.
رجعنا لكم من جديد في إشراقة وطن، ومثل ما عودناكم إشراقاتنا دائما متنوعة علشان الكل يستفيد في مجالات الحياة المختلفة. أما الآن معانا نصيحة طبية راح تشوفونها مع دكتورنا اليوم. صباحكم الله بالخير. موضوع مهم جدا اللي هو موضوع والعياذ بالله اسمه السكتات الدماغيه او الجلطات الدماغيه. انزين، هذا الموضوع ينتج يا اما عن طريق مشاكل في القلب، ان جلطه من القلب تروح وتروح تسكر شريان المخ، او لا الشريان السباتي اللي في الرقبه يكون في ضيجه او تصلب شرايين. شنو اهم اسباب السكتات الدماغيه؟ الضغط يرفع الشانس الى تقريبا 4 أضعاف، التدخين يخلي يعني تخيل الواحد يقطع التدخين يقل الشانس حق الستروك او السكتات الدماغيه للنص، السمنه، قله الحركه والرياضه، ارتفاع الكوليسترول او التاريخ العائلي. السكتات الدماغيه عاده تاثر على جزء من الجسم، في 4 ساينات كبار لازم هو الواحد لا سمح الله او اذا حد بهله شو يتصرف. شنو هالساينز هذه؟ اول شيء انه يشوف اللي قدامه إذا في أي انحناءات أو انزلاقات بالوي، الوي غير طبيعي، إذا شفت ويها تغير قل له ابتسم، إذا شفت انزلاق في الفم أو الجفن طايح هذا على طول الواحد لازم ياخذ أكشن. كلمة، إذا في صعوبة هو قام يتأتأ بالكلام أو إنه قاعد تكلمه مو قاعد يستوعب، عطى مثال، قول له مثلا قول لي اليوم السماء صافية، خلي عيدها، قدر يعيدها بطريقة سليمة تمام، ما قدر أو يتأتأ أو ما فهمك في شيء صاير. خلى يرفع ايده كذي بهالطريقه، اذا ايده طاحت ما يقدر يتحكم فيها معناته في شيء صاير. اي اعراض من هذه اللي قلناها لازم يختصروها انها فاست، اللي هو الفيست والفيس، وبعدين الارم اللي هي الايد، بعدين السبيتش، زين، وفاست اللي هي على طول لازم تدق على الاسعاف ان الواحد ينتغلب. كل ما خذيت المريض اللي انت شاك فيه ان في سكته دماغيه وصل المستشفى خلال اول 3 ساعات يعني نسبه ان المضاعفات وايد وايد راح تغلى، يعني لا تمر يعني بعد ال 24 ساعه راح اوكي راح ممكن تنقذ المريض لكن ما راح يكون نفس المريض اللي وصل بسرعه خلال 3 ساعات. وفي شيء اسمه يسمونه الميني ستروك اللي هو الجلطات الدماغيه الصغيره اللي هي ممكن تجي لك هالاعراض خلال 24 ساعه تختفي، مو معناته انه راح وخلاص وما فيك شيء، لا اروح واقول اشرح للطبيب انه في لي هالاعراض، لان وايد من الناس تجيهم تختفي خلال 24 ساعه بعدين راح تتكرر مره ثانيه. فالوقايه مهمه جدا، اي عرض من هالاعراض اوكي في اعراض مو واضحه نفس مثلا الصداع، نفس واحد اغمى عليه، نفس واحد في دوخه، اروح الطبيب، اروح الحوادث على طول، وممكن تسوي اشعه مقطعيه عشان اتشخص اذا كان لا سمح الله في سكتات دماغيه ولا لا. وشكرا. حياكم الله مجددا ايها الاحبه. يستعد فريق الغوص الكويتي بالمبره التطوعيه البيئيه لاقامه الملتقى العالمي لحمايه البيئه بالولايات المتحده الامريكيه بمشاركه اشهر المنظمات البيئيه الدوليه التطوعيه بهدف تبادل الخبرات وانشاء شبكه اتصال بين الفرق المشاركه. للحديث عن هذا الموضوع الهام يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ وليد الفاضل رئيس فريق الغوص الكويتي بالمبرة التطوعية البيئية، لكن بعد هذا التقرير. فريق الغوص الكويتي هو مجموعة من الشباب المتطوعة والذي يقوم بأعمال ومشاريع تساهم بحماية وتأهيل البيئة البحرية منذ عام 1986. واستطاع الفريق أن يحقق الإنجاز تلو الآخر وعلى جميع الأصعدة التي تتناسب مع سياسة عمل الفريق، ومن هذه الإنجازات إقامة مرابط بحرية في جنوب الكويت لحماية الشعاب المرجانية. وحاجة
فاز الفريق على التكريم الدولي من منظمة ناوي الأمريكية عن طريق جائزة الإنجاز البيئي العالمي، كما استطاع بفعل فعاليته من حضور الملتقيات الدولية والتي تضم مدارس الغوص العالمية وأنشطتها في حماية البيئة البحرية. حياكم مرة أخرى أيها الأحبة. دعونا أول شيء نرحب بالأستاذ وليد الفاضل رئيس فريق الغوص الكويتي بالمبرة التطوعية البيئية. حياك الله أستاذ. يا أهلا وسهلا، سعلا مباركة. الله يبارك فيك. حياك الله. الله يحييك. سعلا مباركة وجودك معنا اليوم في إشراقة وطن. تسلمين. جهودكم دائما واضحة وكبيرة، كلمنا أكثر عن أعمالكم كجهة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشكركم، إحنا فريق غوص كويتي تأسست سنة 86، كلنا شباب نحب القوس الحديث مو القوس القديم، القوس الحديث، وحاولنا نخدم هذه الرياضة لخدمة البيئة. كلنا طبعا موظفين وعندنا أعمالنا الخاصة، لكن كلنا متطوعين في مجال القوس اللي يخدم البيئة. علشان كذي تاريخنا كله اللي موجود في الانترنت حاليا في صفحتنا يتكلم عن نجاحاتنا في قيام في عمليات طارئة ومستعجلة تنقذ البيئة من المخلفات ومن القوارب، وانتقالنا إلى التوعية البيئية. فتقريبا هذه فكرة الفريق. البيئة جدا مهمة في كل مجتمعات العالم، فما بالك إذا كانت على من يعني مجتمع أو دولة جغرافيا على البحر، يعني بحر وبر. بالتالي شنو أهمية البيئة عندنا، وشنو وعي وثقافة المجتمع عندنا؟ هل بيئتنا أو مجتمعنا قاعد يتعامل مع البيئة وخاصة بيئة الشواطئ البحرية بأدب بحسن؟ والله يعني هو الموضوع طويل، بس مثل ما تفضلت هو هذا شيء مهم، والعالم كله يتخاطب بلغتين، لغة البيئة والتطوع. يعني هذا المجالين وايد مهمين. أتي على البيئة بالكويت، بالتأكيد أكو تعديات مثل ما هي على الشواطئ وداخل البحر، كذلك على البر. يعني الناس اللي الحين يدمرون البر من المخيمات وغيرها، من الناس اللي يروحون نفسهم اللي قاعد يروحون للبحر، راحوا للبحر بالضبط. اللي قطه وساخه في المخيمات في البر، ترى هذا اذا راح الجزيره كبر مثلا راح يقط نفس الوساخ، لان هي ثقافه واحده. لكن نلاحظ وزاره البلديه يعني ما قصرت في الفتره الاخيره، سنت قوانين شديده انها حطت غرامه وحطت تامين علشان تمنع موضوع المخلفات البريه في موسم البر. لكن كبحر، هل حطيتوا قوانين تحد من هذا الإتلاف؟ هو كلام صحيح، النجاح اللي صار في البر الحمد لله السنة تنظمت، وإن شاء الله السنوات تكون الجاية أفضل. البحر الآن مع القوانين البيئية الجديدة الحمد لله في تطور وايد، يعني قاعد نلاحظ إحنا مثلا الجزر كانت أول وايد فيها وساخ، بعد ما البلدية وصلت إلى الجزر وحطت قوارب خاصة للتنظيف ودوريات خفر السواحل والثروة السمكية تحوم حول الجزر، بدأ الناس نوعا ما يخافون، لأن اللي قط الوسخ غالبيتهم يدرون أنه غلط. مثل اللي يطوف الإشارة الحمراء، هو يدري أنه غلط، ماكو واحد يقول الله طف الإشارة أنا ما أدري أنه غلط، هي حمراء. لكن أظن هذول يحتاجون إلى غرامات، يحتاجون إلى مراقبة ويتعدلون، وإحنا متفائلين أن الجدام أفضل. في أيضا دور لخفر السواحل الداخلية، يعني بعد ما ننسى دورهم اللي هم قاموا الآن يدققون على الليسن. بالتأكيد عدل صح، لا دور عظيم، لا بالعكس. ونتمنى يتفعل دورهم ويكون هناك دعم لهم إعلاميا حتى يقومون بدورهم، وكلنا لازم نحترم دورهم. وفي بعد نقطة جميلة قاعد نقرأ عنها في وسائل التواصل الاجتماعي عن فكرة إنشاء شرطة بيئية خاصة للبيئة. انشئت انشاء انا قريتها موجودة، انشئت نعم. خلال ايام، والحمد لله كلنا نبي بيئة بحق البحرية. يا ريت. نعم. هو اظن صلاحيتهم البرية والبحرية صحيح، وكلنا راح ندعمها. وانا طبعا ادعو المواطنين اذا شافوا اي مخالفة بيئية سواء برية والبحرية يتصلون في الشرطة البيئية، وارقامهم اظن موجودة بالانترنت حتى يبلغون. عفوا عندك الارقام؟ لا والله ما عندي، بس بالتاكيد سهل الواحد يطلعها يعني. حلو. طيب خلينا ننتقل الى موضوع الملتقى العالمي لحمايه البيئه اللي راح يقام في الولايات المتحده. كلمنا عنه من حيث اهدافه، ما هي اهم التجارب الكويتيه؟ عطنا معلومات عنه. احنا الله يسلمك سوينا قبل سنتين
والتقى لفرق الغوص الخليجية التطوعية اللي مثل حالتنا. خذيناهم بالخليج كله وقعدنا في الكويت 3 أيام، عقدنا ملتقى كل واحد ينقل تجربته، وسوينا بيننا تمارين خاصة شنو أفضل الطرق العالمية لإنقاذ البيئة، وكان المؤتمر ربي لك الحمد ناجح والملتقى حلو. وما زلنا كوننا شبكة خليجية بيننا، كل واحد ينقل لتجارب الثانية ونتساعد فيما بيننا. الفكرة نفسها قلنا بنطبقها عالميا، عندنا تقريبا منظمات عديدة تعمل نفس أعمالنا، فحبينا نلتقي معاهم، وراح يكون لقائنا إن شاء الله بعد شهر من اليوم في ميرلند في أمريكا، راح نلتقي كلنا وراح نسوي ورشة بيننا، كل واحد ينقل تجربته، وبعدها راح تصير بيننا احنا كفرق حملة كبرى لتنظيف أكبر نهر في أمريكا، راح يكون مثل درس عملي، عملي صحيح. حق المجموعة اللي تشتغل من خلال هالشبكة هذه، راح نتبادل معلومات، راح نستفيد من مشاكل اللي تعترض كل واحد، راح نستفيد من النجاحات حتى يكون عملنا أفضل. شنو هي أهم الإنجازات اللي حسيتونها فعلا مجدية في عملية تنظيف البيئة أو الاهتمام بالبيئة البحرية واللي حابين تنقلونها إلى الولايات المتحدة؟ والله إحنا راح نتكلم، راح نقدم إحنا 3 أوراق. الورقة الأولى عملياتنا في رفع المخلفات عن الشعاب المرجانية، وعملياتنا في عمل المرابط البحرية ومراقبة الشعاب المرجانية، راح نتكلم وانتشار القوارب طبعا والسفن. الورقة الثانية راح نتكلم عن دورنا في حماية السواحل الكويتية وخاصة مع الجهات الحكومية، يعني العام نظفنا أكثر من 14 ساحل في كل الكويت مع البلدية ومع الأخوان في لجنة إزالة التعديات. هالتجربة راح ننقلها بالكامل، إضافة إلى أصغر غواص عندنا راح يقدم تجربته. كم عمره؟ عمره 10 سنين، راح يكون مفاجأة الله. وحتى اسم مفاجأة ما شاء الله، راح يقدم تجربته في أمريكا، شلون هو انضم إلى الفريق وقدر يساعد الفريق في عملياته ويكون دور كشاب صغير يقدر يساعد طفل صغير. طفل صغير نعم، بس ما يظهر ريال. عفوا عذاري بعدين، مو طفل والله، رجل 10 سنين طفل لغاية 12 سنة هم أطفال، بس لا يسمع ما يظهر صدق والله الا رجل. طيب مع قيام فرق الفريق بعمل مرابط بحرية لجون الكويت لحماية الشعب المرجانية، يعني قد يتساءل كثيرين ليش هالاهتمام بالشعاب المرجانية، شنو أهميتها؟ هي الشعاب المرجانية مثل الغابات في الأرض، لأن هي اللي تعطي الأكسجين للبحر والسماء، هي الشعاب المرجانية. الشعاب المرجانية بجمالها الملون ما شاء الله، هي ربع الكائنات اللي في البحر عايشة في الشعاب المرجانية، فأنت الله يسلمك إذا كسرت الشعاب المرجانية يعني طرت ربع سكان اللي عايشين في المحيطات والبحار. علشان كذي مو بس إحنا، كل العالم يدعو إلى حماية الشعاب المرجانية. أنت روح حق الدول اللي عندها شعاب مرجانية حلوة مثل اللي في البر الأحمر ولا أمريكا ولا أستراليا، وروح خذ قطعة صغيرونة وروح المطار وقول أنا ما أخذها من الشعاب المرجانية، أقل شيء سجن 3 سنين. يا الله. طبعًا لأن هاي ثروة قومية، المرجان هذا بالنسبة لهم خير، أول شيء سياحة، وطبعًا لا تقول عن الجمال الموجود، أنت الحين بطل المجلات شوف ألوان الشعاب المرجانية، متعة بصرية شيء غير متناهية صراحة. بعدين أصلًا سكن للكائنات البحرية، فالتعدي عليها هو تعدي على البيئة بالكرة الأرضية. علشان كذي إحنا يوم رحنا مثلًا حاليًا نسوي المرابط خارج طبعًا مو جول الكويت، في البحر الجنوبي خاصة الشعاب المرجانية بالجنوب، مراقبة المرجان اللي نكتبها كمراقبات وين ندزها احنا العادة؟ ندزها في جامعة كوينزلند في استراليا. جامعة كوينزلند شو مسوية؟ مسوية برنامج وايد سهل، تقول حق الغواصين في العالم إذا زرتوا الشعاب سجلوا مشاهداتكم ودزوها لنا في برنامج صغير، هم في كل لحظة يقدرون يعرفون حالة المرجان بكل الكرة الأرضية. نعم. شوفوا الفكرة شلون؟ يعني مثل الحين لا عفوا، شلون يعرف حاله المرجان في كل العالم؟ يعني يضع جهاز رقابه او لا انت حين كلام يعني. انت حين لما تقوص المرجان اذا راح لونه يعني مات المرجان، فدرجه لونه تعتبر حياته، فيعطونك مثل ورقه ضد الماي تنزل فيها في البحر وتطالع المرجان، اذا صار قامج تكتب حاله مثلا 1، اذا افتح شوي حاله 2، اذا افتح وايد حاله 3، اذا فاتح مولي ابيض حاله 4، معناته انه ميت. إيه الفريق اللي عقبه يمر بعد فتره يكتب عن نفس هذا المرجان؟ لا خليني اقول لك، الحين انا كتبت عن الكويت دزيت القراءات لاستراليا، قاموا الغواصين في اكثر من 1600 موقع في العالم يدزون قراءاتهم، فهم خلال البرنامج يعرفون حاله المرجان في العالم، هل هو قاعد يتدمر، هل هو قاعد يعمر.
قياس قياس بالضبط قياس. شنو اللي وصلتوا له؟ احنا وصلنا له حالتهم طمنونا عليهم. لا والله مرجاننا مو زين. مرجان الكويت مو زين؟ اي مرجاننا 80% ميت. شو السبب؟ سبب من البشر ومن الحاله الجويه الحراره. اذا قلنا الحاله الجويه هذا امر طبيعي، لكن البشر البشر اي مثلا احنا الحين المرابط هاي اللي تشوفونها، ليش سوينا المربط؟ نحط المربط هذا في البحر لان اللي بالطراد يشيل السن او البوره عشان يوقف يقط السن في البحر. اذا قطع المرجان يكسر المرجان. المرجان كل 8 سنين يطول سنتي. كل 8 سنين، والمرجان هش يعني مو قوي. فاذا قطيت السن اللي هي الحديده عشان توقف مثل مرسى يعني، اذا قطيته تكسر المرجان، واذا انكسر مات. عشان كذي احنا نحط المرابط. وكذلك مع يعني الاسف شبيهه بالمحميه يعني. مثل المحميه ايون الحين مثلا الشعاب المرجانيه يقطون شبك يصيدون السمك. الشبك لما يمسك بالمرجان هذا ما يقدر يشيله، فيقوم يهد الشبك ويخليه. بس احنا ما نلومهم لانهم ما يدرون ان تحت في مرجان ممكن. لا يدرون اماكن يدرون؟ احنا عندنا بالشباك لازم تبعد 3 كيلو عن البحر على الساحل. يعرفون صيادين يعرفون يعني اوف ياي هو السمكه يبيها مالت المرجان. لا يدل يعرف اللي طالع بطراد وقاط شبك معناته انه محترف. عشان كذي لما يقط الشبك طاح على المرجان، اذا المرجان عيشته على الضوء، فانت لما تقط الشبك عليه سويت فيه حجبت الضوء مات. زين السمكه المساكين اللي دشوا الشبك ماتوا، واذا ماتوا موتوا غيرهم، كارثه. علشان كذي فريق الغوص والله الحمد من تاسس اليوم طلع اكثر من 70 شبك ضخم من البحر بعمل تطوعي طبعا. وفي شباك تم 3-4 ايام طلعها يعني نروح من الصبح قوتها. طبعا الشبك طبعا شيله بعنايه، ولا تقدر تسحبه بالطراد بقوه ايه؟ تكسر المرجان. انا ما ابي اكون مدافع عن الحداقه العفو، بس يعني انت تعرف طبيعتنا من مئات السنين بالنسبة للغوص، بالنسبة للبحر، بالنسبة أيضا للسمج سواء للاستخدام الشخصي أو تجارة. فبالتالي ما بيكون مدافع عنهم، لكن ليش ما يكون في تثقيف منكم أنتم ومن جهات رسمية أيضا من الدولة لهؤلاء الحداقة؟ ومثل ما تفضلت الآن يعني يكون في مثل المحمية كان موجود الآن في صحاري الكويت في كذا محمية ما حد يوصل لها، يعني صار في ثقافة بأن هذه المحمية لحماية بعض الأعشاب بعض الحيوانات البرية وغيرها. طبعا كلامك صح، احنا لازم نسوي التوعية علشان كذي يعني في تجاوب من الناس. بس رد على موضوع اللي يطوف الإشارة الحمراء، الغالبية العظمى منهم يدروننا غلط، يدروننا ممنوع. إذا شاف دوريات طراريد خفر السواحل والثروة السمكية يقص الشبك وينحاش، وبعضهم يقط الشبك بالليل ويجيله باكر بالليل، يعني عندهم طرق شلون يتخبون عن المراقبين. نقدر نقول الوقايه خير من العلاج، نقدر نقول نحن محتاجين ان نثقف الاجيال الصغيره علشان نتلافى هالاخطاء في المستقبل. ما تعتقد ان احنا محتاجين الى تعاون مثل ما بين فريق الغوص الكويتي لحمايه البيئه مع وزاره التربيه انها تطلعهم رحلات بحريه يشوفون جمال البيئه البحريه من مرجان من اسماك علشان باكر هو يخاف انه يتعدى على هذا الجمال ما راح ياذيه. نشوف لما نسافر لما نشوف نركب الجلاس بوت وتشوف الشعب المرجانية اصلا انت ما تقدر انك تقط شيء، تحس انك الله لا هذا شيء حلو انا ما اقدر اذيه. فما ما تحس ان احنا فعلا محتاجين وعي وثقافه في هذا المجال؟ هو فكرتك 100% صحيحه. احنا نايد نسوي هالشيء، واحنا من شهر 11 لشهر 3 كل ثلاثاء نستقبل 400 طالب وطالبه من وزاره التربيه، نسوي وياهم حمله تنظيف الشواطئ. ما شاء الله. وعندنا باذن الله نهايه هالسنه راح نسوي ملتقى لفرق الخليجية المهتمة بتنظيف الشواطئ، راح يصير في الكويت وبدعم من بنك الإسلامي للتنمية بجدة، جزاهم الله خير اعجبوا فكرتنا وعطونا دعم للمؤتمر هذا الملتقى. وراح نسوي إن شاء الله بعد ملتقى أمريكا راح نسوي ملتقى للفرق الخليجية المهتمة بتنظيف الشواطئ وتوصيلها للطلبة. نعم. مثل ما قلتي ترى اكو ناس وايد يقولون الجيل فوقي هدوا اخذوا على الجيل التحتي. لا لانه ممكن يعلم اهله على فكره يعني لهم تاثير جدا مهم. يعني خاصه احنا نلاحظهم لما يروحون مثلا تشوفهم انت رحلاتهم لما يروح المتحف ولا يروح المراسم ما يحوش لوحه حلوه عدل ما يحوشه بعدين تثقف معاه. موفقين وخاصه في رحلتكم الى امريكا. كل الشكر احبتنا لضيفنا الاستاذ وليد الفاضل رئيس فريق الغوص الكويتي بالمبره التطوعيه البيئيه. شكرا لك استاذ وليد. يا اهلا مشكورين. بالنهاية بيئتنا مسؤوليتنا، هذه أرضنا الكل واجب علينا يحميها، مهي مقتصرة على فئة معينة تطوعية أو مختصة، لا هذه مسؤولية كل كويتي يقول أنا أحب الكويت
واحنا نحبكم وان شاء الله نلتقي فيكم باذن الله غدا في اشراقات واشراقة وطن جديده. مع السلامه. الى اللقاء.